ايوه النهارده هنعمل هنبدا يعني النهارده اول فيديو في حاجات عيد الاضحى عشان هو بعد بكره. بس النهارده هنعمل زي ظرف على شكل الخروف عشان يتحط فيه العيدية. وريما معايا لاول مره او تقريبا تاني مره صح؟ لا 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 بس هي هتعمل معايا اول حاجه نجيب ورقه بعدين يعني احنا نعمل ظرف على شكل خروف ماشي. هنجيب الورقه بعدين نتنيها كده يعني نتنيها نصين كده بالشكل ده. بعدين نجيب المقص تاني شوية عشان تبان وقصها كده اهو كده. انا بدأت اقص معلش ده عشان الهواء اهو كده. انا هبدأ اقص دلوقتي يا جماعة. انا خلاص قصيتها على شكل كلاود او خروف، هي من هنا متنية فبقيت عاملة كده اوكي. هي هتفضل كده. بعدين هنجيب ورقه تانية او بقيه الورقه اللي احنا قصينا منها اللي هي دي اهي. ممكن هنقص منها على شكل فيس بتاع خروف، يعني مش عارفه اشرحه لكم بس انا هقصه واوريكم دلوقتي. يا جماعه انا قصيت الوش ده عملته قد كده اوكي. بس دلوقتي انا ممكن اجيب قلم رصاص اسود يعني قلم رصاص وهلونه اسود، هلون الفيس ده كله اسود اوكي. هلونه وارجع لكم دلوقتي. يا جماعه ريما اختي الصغيره هي اللي بتلون عشان قلت لكم هتساعدني في الفيديو. دلوقتي يا جماعه خلاص خلصنا تلوين، انا شويه وريما شويه. دلوقتي انا هجيب الخروف او الكلاود دي كده. هجيب لا الاول قبل ما اجيب الوش ده والزقه فيه عشان وش خروف، هجيب العيون دي هشوف اصغر حجم، يعني جيبوا اصغر حجم عندكم او يعني او اي حجم يعني، بس المهم يكون مناسب لحجم الفيس اللي احنا عاملينه ده كده. وهلزقه كده بالشكل ده، هلزقه بجلو جن اوريه دلوقتي. يا جماعه خلاص اتلزقت بقت اهي. بصوا بقى انا عن نفسي مش هرسم لي ماوث او مش هلزق ماوث او كده، بس انتوا لو حابين تعملوها اعملوها، انا مش حابه بصراحه. بعد ما اعملها كده هجيب الجلو جن برده والزقها هنا بس مش على الطبقتين دول، يعني هلزقها في دي كده بس دي اوكي بالجلو جن بس هلزقها هو اهو كده. انا خلاص لزقته معلش عشان الصوت. بعد كده هفتح هنا دي كده، هجيب ورقة والزق يعني هوريكم. طيب دلوقتي يا جماعة اللي انا هعمله ان انا هجيب ورقة وهحطها كده مش للاخر هنا، يعني سايبه الجزء ده كده. ويعني اجيب جلو جن احط جلو جن هنا، يعني بصوا هعملها قدامكم دلوقتي. انا هنا هجيب هحط جلو جن هنا. هو طبعا كل اللي انا بعمله ده بعمله بجلو جن، انتوا لو عايزين تعملوه بجلو ستيك لو مش عندكم جلو جن برضو ممكن يتعمل يعني كده. حطيت انا جلو جن هنا و مستني هحط الورقه دي كده وثبتها كده. هي سخنه قوي بس هعملها ده. طيب كده كده اتلزقت بقى زي. بس طبعا هتقصي الجزء اللي هو اللي بره ده بالظبط. هلف الورقه كده
وهقص كده عشان تكون قد دي، يعني هعمل كده بالظبط، هقص هنا كده. طيب دلوقتي كده اللي انا عملته ده هكمل قص كده، يعني هتبقى زي دي كده بالظبط، هقصها واوريهالكم. دلوقتي يا جماعه انا خليت برضو ريما اختي صغيره تقص تاني، يعني عشان تعمل معايا وكده. يا جماعه انا خلاص قصيته بقى كده، بقى زي بوكيت جوه الخروف اللي احنا عاملينه. هو كده احنا يعتبر خلصنا كده المفروض كده، والفلوس تدخل هنا، يعني مثلا كأن دي كده، وبندخلها في البوكيت اللي هنا كده اهو. اديها لي بقى اهدي. اوكي اهو بس كده، فكده خلاص يعتبر خلص. ناقص حاجات بسيطة لو عايزين تعملوها اعملوها، لو مش عايزين تعملوها مش شرط. بس هو ده كده، هو المفروض دي الطريقة اللي بتعمل بيها. ايه الحاجة بقى اللي ناقصة اللي مش شرط تعملوها؟ يعني اللي هي ان انتوا تجيبوا قلم رصاص تعملوا كده، فاهمين قصدي؟ كده كأن الحاجات بتاعته دي. طبعا دي حاجة مش شرط، بس انتوا يعني لو عايزين تعملوها اعملوها تبقى احلى، ولو مش عايزين يعني هي مش حاجة مهمة قوي. انا هعملها، خلونا نعملها كده كده. وعلى فكرة في برضو شوية فيديوز ليهم علاقة بالعيد برضو ينزلوا قريب قريب جدا، يعني عشان اصلا العيد بعد بكرة. خلاص كده اعملي خلصتو. هعمل هنا في كل حتة بقى عادي اهو كده. خلاص خلصنا. باي باي.